وعودة للخبر الأبرز ولقاء القمة الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ عشية انطلاق القمة الأفريقية الروسية الثانية التي يشارك فيها الرئيس السيسي. ويطلعنا على المزيد من مدينة سان بطرسبرغ الروسية موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد. أحمد. نعم إلهام، بالفعل كما ذكرت انتهت منذ قليل القمة الثنائية أو اللقاء الثنائي الذي انعقد ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث يعني أكد في هذا اللقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على تلبية الدعوة الروسية دائما بالتحديد فيما يخص مجالات التعاون المشتركة ما بين البلدين سواء كانت مصر وروسيا، وأيضا فيما يخص تلبية مصالح القارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء بدأه السيد الرئيس بشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حفاوة الاستقبال، وأيضا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المشروعات العملاقة التي تنفذ على أرض مصر، وهنا تحدث عن مشروع محطة الضبع النووية، ذلك المشروع العملاق الذي أكد أثناء القمة الثنائية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجدول الزمني لهذا المشروع يسير وفقا للمخططات الزمنية المدرجة في هذه الاتفاقية، اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية تحديدا بالساحل الشمالي. وهنا تحدث الرئيس عن شكر مصر لإقامة ذلك المشروع العملاق الذي يعد بمثابة نموذج رائد للتعاون المثمر ما بين البلدين، ما بين القاهرة وموسكو. وأيضا تحدث الرئيس عن المشروع الآخر الذي يأتي تفعيلا لاستراتيجية الشراكة المتبادلة ما بين القاهرة وموسكو، وهو إقامة المنطقة الصناعية اللوجستية بقناة السويس، المنطقة الروسية تحديدا التي يتم تنفيذها من مجموعة من رجال الأعمال الروس. ودخلت حيز التنفيذ هذه الاتفاقية في 2021. أيضا أكد الرئيس بأن مخرجات قمة سان بطرسبرغ سوف تكون يعني مخرجات قوية وفاعلة تجاه دول القارة السمراء، هذه الدول التي يعني خلفت بسبب الظروف الاقتصادية والظروف أيضا السياسية تحديات عديدة أمامها، والآن موسكو تكون شريك استراتيجي للقارة الإفريقية للنهوض والتنمية. نتحدث عن لقاء ثنائي ما بين السيد الرئيس عشية انعقاد وانطلاق هذه القمة بشكلها الرسمي غدا في الصباح بمشيئة المولى عز وجل في 10:00 صباحا، حيث يتم البدء لاستقبال الوفود المشاركة في هذه القمة بعد وصولها اليوم إلى مدينة سان بطرسبرغ. أيضا في المساء سوف يكون هناك حفلة أو مأدبة عشاء للمشاركين في القمة، الرؤساء والقادة والزعماء، وسوف تكون هذه المأدبة بمثابة يعني أحاديث أخاء وأحاديث صداقة ما بين القادة المشاركين لتبادل وجهات النظر في التحديات التي يعني هم شركاء سويا فيها وكيف سوف يتغلبون عليها. أحمد، هل لديك أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء هذه القمة الثنائية واللقاء الثنائي تحدث عن مرور 80 عام من العلاقات المصرية الروسية، هذه العلاقات الرائدة، هذه العلاقات التي قدمت على مدار 80 عام ويتم الاحتفال بها في أغسطس من الشهر المقبل، سوف تكون نموذج يحتذى به أمام العالم أجمع لكيف أسفرت هذه العلاقات عن تبادل مثمر يعني ينم بالخير والرخاء على شعبي البلدين تحديدا. نعود على مرة أخرى الحديث لهذه القمة الروسية الإفريقية التي تأتي في نسختها الثانية
هنا في مدينة سان بطرسبرغ في شمال شرقية روسيا تحديدا. هذه القمة التي تأتي استكمالا لقمة سوتشي التي انطلقت في 2019، وكانت من بين مخرجات هذه القمة أن تعقد هذه القمة مرة كل 3 سنوات. نعم. إذا تحدثنا إلهام عن جدول أعمال هذه القمة تحديدا، فسوف نجد بأنه هناك ملفات جديدة لم تكن مدرجة، يعني فرضتها الظروف الجيوسياسية تحديدا على جدول أعمال هذه القمة، مثل الرعاية، ملف الرعاية الصحية والذي يتم مناقشته ما بعد جائحة كورونا وما خلفتها من تحديات أيضا. أيضا ملف الغذاء وأمن الغذاء نظرا يعني للحرب الروسية الأوكرانية ونقص الحبوب والغذاء للقارة الإفريقية، وذلك الملف الذي يأتي مناقشته بالتزامن مع الانسحاب الروسي من صفقة أو اتفاقية الحبوب، ولكن هناك تعهدات من الرئيس الروسي بأن يتم توريد الغذاء ويتم توريد الحبوب إلى القارة الإفريقية. ربما هذه ملفات رئيسة في ذلك أو هذه القمة تحديدا. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. موفد التلفزيون المصري إلى روسيا، أحمد عبد الصمد.